حالة من الفرحة الشديدة تحولت إلى صدمة، وذلك قبل ساعات قليلة كان العريس يقف وسط أهله وأصدقائه يرفعونه لأعلى فرحين بالمناسبة السعيدة. أصوات الضحك الممزوجة بالرقص والموسيقى سيطرت على الأجواء، وفجأة انقلب كل شيء 180 درجة وتحولت دموع الفرح إلى حزن. لم تهدأ احتفالات قرية فاو بحري بمدينة دشنة بمحافظة إنا ليلة أمس فرحا بالعريس عدلي رياض حتى دخل إلى عش الزوجية، وسرعان ما انخفضت أصوات الطبول وسكتت المعازف وارتفع صوت صراخ أهل العريس. تحولت الفرحة الكبيرة إلى حزن مرير يصعب استيعابه بعد الإعلان عن نبأ وفاة عدلي عقب ساعات فقط قليلة من حفل زفافه. قال حمدي صابر أحد أهالي دشنة أو الذي فجر المفاجأة إلى أن العريس رحل ليلة فرحه الخميس قبل الساعة 12 منتصف الليل، أي بعد دقائق قليلة من دخوله عش الزوجية، مضيفا أن العريس يدوب احتفل مع أهله وناسه وخد عروسته ودخل شقته، وبعدها تعب ورعى المستشفى ومات بعد الإصابة بأزمة قلبية. وأكد أن العريس دفن ليلة عرسه أمس حتى تحول صوان فرحه إلى سردوك عزاء، ده حتى الصوان بتاعه لسه موجود لحد دلوقتي. حالة من الحزن الشديدة سيطرت على الأهالي عقب رحيل الشاب عن عمر يناهز 30 سنة، حيث انتشرت صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها الأهالي وهم يرثونه بكلمات مؤثرة تقشعر لها الأبدان.